السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا فيكم على قناة شجرة المعلومات. في هذا الفيديو سوف نتعرف على كيفية إيقاف سجل جوجل كروم، متصفح جوجل كروم، يعني بطريقة سهلة جدا وبسيطة. سوف نقوم بالتوجه إلى قرص السي أو القرص المحلي، قرص النظام، ثم نقوم بالدخول إليه، ثم نقوم بالدخول إلى يوزر، ثم بعدها نختار اليوزر الخاص بك، نقوم بالدخول إليه. الآن نضغط على عرض، ثم نضغط على Option. الآن نأتي إلى View، هذا عرض، ثم ننزل إلى أسفل، نقوم بالضغط على Show، يعني عرض الملفات المخفية، ثم نضغط OK، وبعدها نقوم بالدخول إلى App Data، ثم Local، وأيضا نقوم بالدخول إلى Google Chrome User Data، ثم نضغط يعني إلى هذا الافتراضي، نقوم بالدخول إليه. إذا ننزل إلى أسفل قليلا، ثم ننتقل إلى هستوري بهذا الشكل، ثم نقوم بالضغط عليها ضغطة، ونقوم بالضغط على خيار خصائص، ثم نضغط على Read Only، ثم نضغط على Apply، ثم أوكي. قمت بإنشاء مستند نصي مثلا، قمت بكتابة على، ولا أريد أحد أن يقوم بتعديله. إذا يعني عندما أقوم بحفظه كما تلاحظون، الآن قمت بحفظه على وأستطيع التعديل عليه، يعني أستطيع بكتابة هذا وأضغط على Ctrl S لحفظه. الآن عندما أقوم بالضغط على خصائص ثم أضغط على Read Only ثم أقوم بحفظه، الآن فقط يعني عندما تقوم بكتابة أي شيء تضغط على Save سوف يعطيك، يعني لا يمكنك استبدال هذا الملف، يمكنك حفظه في مكان آخر. إذا نفس الشيء بالنسبة لملف الهستوري أو الملف السجل بالنسبة لجوجل كروم. إذا الآن نقوم بالتجربة، نقوم مثلا بكتابة جوجل، أعتذر على الضجة، وندخل إلى أي موقع، نقوم يعني الدخول إلى أي مواقع، نذهب إلى سجل كما تلاحظون، فلا يوجد أي سجل من اليوم، اليوم هو الخميس ولكن لا يوجد أي سجل قمت بتسجيله اليوم. إذا أردت يعني استعادة الطريقة فتذهب نفس الشيء بالنسبة يعني إلى المسار، ثم إلى الهستوري، تقوم بالضغط على خصائص، ثم تشيل علامة الصح على Read Only، ثم تضغط على تطبيق، ثم موافق. الآن بهذه الطريقة تستعيد يعني حفظ السجل الذي قمت بكتابته. إذا كان هذا الفيديو أتمنى أن يعجبكم، لا تنسوا النقر على زر لايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.